في البيضاء تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودة بطيران التحالف العربي من تحرير مواقع استراتيجية جديدة بالمحافظة. وأوضحت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق تمكنت خلالها من تحرير عقبة القندع الاستراتيجية بمديرية عمان التي تربط بين البيضاء وبيحان وشبوة وعدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في رأس العقبة. وجاء ذلك بتزامن مع تقدم الجيش اليمني في جبهة ناطع الملاجم بالبيضاء ومقتل 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم في تلك الجبهة. كما تمكنت قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيض بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثالث على التوالي. يأتي ذلك فيما صدت قوات الجيش اليمني هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية على جبل حمالة الاستراتيجي بمديرية القبيطة شمال محافظة الحج. هذا وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيا الانقلابية تكبدت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى من عناصرها، علاوة على تدمير عدد من الآليات العسكرية التي دكتها مدفعية الجيش.